لا تقول اسم طيب صلاح. احمد فتحي وصلاح. هنا اقدر اقول انه الجهاز هو اللي صنع الاسم. ما هو هو ده اللي انا كنت عايز اسالك فيه بقى، ان اساسا البعض بيقول يعني ان ايه، ان الجهاز الفني ده يعني بيحط نفسه في مواقف، هو اللي صنع الازمه. هو اللي صنع الازمه فيه. لانه انا ما كنتش مصدق ان هم كلموا احمد فتحي. لا لا، ما انت ما انت صاحب احمد وانا صاحب احمد، يعني مش هنلف وندور حوالين بعض يعني. فانك بتروح تستاذن احمد تقول له مش هتبقى كابتن، عمر ما احمد فتحي هيبقى طبعا. كان بمنتهى البساطه ما تاخدش احمد فتحي. ده بسيطه خالص، ده حلها بسيط جدا، ما فيهاش فصال يعني. هنا صلاح ممكن اللي بعد احمد فتحي ما يوافقش برضه. ما اعتقدش يعني، مش شايفها يعني. ما اعتقدش. بس انا اول من اقترح ان محمد صلاح يبقى كابتن المنتخب، وقلت هذا الكلام بامانه قبل بطوله الامم الافريقيه، وقايله وانا في موقع المسؤوليه واعنيه. لانه في هذا التوقيت، انه في هذا التوقيت انت كنت محتاج واحد بكاريزما محمد صلاح يبقى كابتن المنتخب. وفرق كتير فعلا. انا بص كلامي ما لا فيش تجميل، فرق صح، ولا في تزويق. مع احترامي للمحمدي، لكن كل الاحترام لاحمد المحمدي، كل الاحترام لاحمد المحمدي. لما انت بقى بدات تجيب رجعت احمد فتحي، لو رجع بيا زمن لورا واحمد فتحي موجود، ما اقولش انه يبقى كابتن المنتخب ابدا، لانه عنده صلاح. الشخصيه التي ما اقولش. بس يا كابتن كده انت ما بنحطش قواعد، معلش انت حضرتك كده حط قواعد. لا حضرتك كابتن قلت لي ايه؟ قلت لي من شويه ان احنا في الاتحاد انا سايب اللوائح والقوانين اللي بيمشي بيها الاتحاد، صح؟ لكن انت كده يعني ما بتحطش لائحه معينه او قاعده معينه المنتخب يمشي عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عشان احمد فتحي وشخصيته وكذا 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 يستحق عن محمد صلاح. بس دي مالهاش علاقه باللوائح. لا مش قصدي لائحه يعني. ما انا حضرتك عارف عرف بيننا وبين بعض دائما الاقدميه هي اللي بتسود. هنا متروك للجهاز الفني. كويس؟ هنا دور الجهاز الفني والجهاز الاداري للمنتخب الوطني يعني. في انا مثلا هقول الكابتنه بالاختيار، بس لما اجي اختارها اختار احمد فتحي. اصل تاريخ كبير قوي، ما هو انت يا كابتن. بس هو هنا انا قصده ايه؟ قصدي يا اما تسيبها بالاختيار واللي يحصل يحصل، اسلام شوبير خلاص، محمد واللي علي مش عاجبه يمشي، واللي مش عاجبه يقول خلاص. او اقولها بالاقدميه، بس هي يجب ارساء عرف، بلاش قاعده او لائحه. هذا الحادث حدث من قبل في النادي الاهلي لما هديكوتي اختار الكابتن الخطيب كابتن للفريق على كابتن مصطفى يونس، كابتن صفوت عليه رحمه الله، كابتن مصطفى يونس وكابتن مصطفى عبد، ربنا يديلهم طولة العمر يا رب والصحه باذن الله. اللعيبه اعترضت، الكابتن الخطيب قال لهم لا انا مش عايز ابقى كابتن، حل الازمه. عشان كده بقول لك حط صلاح. لسه كابتن ماهر امام كان بيقول لازم تدخل القصه دي من يوم، لازم ما انا بقول لازم تدخل صلاح في الموضوع هنا. هنا صلاح اما انه شايف انه حقه، وعلى فكره حقه جدا يبقى كابتن منتخب مصر، ده نجم كبير جدا، او انه شايف انه لا احمد فتحي، او انه الجهاز شايف انه ممكن احمد فتحي ما يبقاش موجود وتبقى الازمه اتحلت، او غيره، او حتى لو عبد الله السعيد مثلا تبقى الازمه برضه اتحلت، ما فيهاش فيها مشكله يعني. ارجو انه يكون في وضوح في هذا الامر وننهيها بسرعه، مش عايزين نبدا بمشاكل. احنا طالعين من ازمه عنيفه اللي هي الخروج من كاس الامم الافريقيه على ملعبنا، ناس منتظره والناس منتظره، ومن حسن الحظ الحمد لله المجموعه حلوه في المتناول، فنكسب ونعدي ونتاهل باذن الله. كابتن شوبير، يعني لو قعدنا نتكلم هنقعد نتكلم لبعد بكره. انا عارف، لان